رجعنا لكم متواصلين معاكم في حلقتنا من ترتتا مع نجومنا في هذه الليلة. نرجع مع الفنان والملحن العراقي وليد الشامي. وليد حاليا تحضر للبوم. لا 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 دائما لا لا خلاص يعني أنا أطلع. تفضل كم سؤالك. شكرا. حاليا تحضر ألبومك الثاني. طبعا معظم الأغاني في هذا الألبوم من ألحانك صح هالكلام؟ وفي تعاون بينك مع فايز السعيد. شوية فايز السعيد. شوية خبرنا عن هذا التعاون. لا احنا ايش معنى فايز يعني ما في غيره؟ توفير فايز فايز فايز, فايز. ريال تعب اعتبره الحظ في كل ألبوم ولا يعني عشان تبادل مصالح بعد شوي. لا حبيبي توفير بركة 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 بالألبوم فايز. مثل ما تقول يارا يعني ايش حقه ماروم مش حقه بعد يا طلع. طيب فايز انت كفنان لك باعك الطويل في الساحه الفنيه ملحن دخلت موسوعة جنس الارقام القياسيه بين الحاله. لا ما دخلت ان شاء الله بتدخلها من وين تجيب الحق ان شاء الله بتدخلها 700 لحن يا فايز وان شاء الله توصل وين تجيب الحق وان شاء الله توصل 7000 ولا شو رايكم يا جمهور من وين تجيب الحق. طيب بعد هذه الانجازات نتمنى لك ان شاء الله التوفيق دائما. طبعا يستاهل. وانا احسدك مثل وليد يعني بس انا شو طموحك وشو اللي تتمنى انك بعدك تحققه ان شاء الله؟ طموحي انه بطل فن قصدي اواصل بالمجال اكثر واكثر. تسويها يا فايز وتبطل؟ طيب تتمنى هذا اللي يضيعون كلهم فين يعني؟ تتمنى تصير يروحون فين يا فايز؟ ايه الكلام ده؟ يعني كم فنان معتمد على الحانه كم نستغني عنه ابدا ما يستغل تستغنون عن فايز يا جمهور ابدا ابدا ما حد يستغنى لا لا زعفة قوية قوية فايز 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 الفنانة يارا حاليا تحضرين لألبوم ثاني أيضا يضم أغاني لبنانية أغاني مصرية أو أغنية مصرية كتكريم للشعب المصري. خبرين عن هذه التجربة ومدى أهميتها بالنسبة لك. أنا غنيت المصري بألبوم سابق بألبومات السابقة يعني شغلة مش جديدة علي بس إن شاء الله أكيد رح يكون في ممكن كمان يكون قبل الألبوم يكون في سنجل كمان احتمال تكون يكون كلام مصري على أول الصيف إن شاء الله. حلو نتمنى لك كل التوفيق. منصور أيضا عرفنا أنك عندك عرضين من شركات كبار شركات إنتاج كبيرة ولين الحين ما قررت يعني الناس يدورون عرض واحد يعني إحنا ما نحسدك مثل وليد بس أنا أقول لك يعني ليش الحين ما قررت شو السالفة ليش وليد خلاص أنت عرفت بالموضوع الحين. بخصوص العرضين أكن كل الاحترام للشركتين لكن أنا أحب يمكن لأني يمكن الحين ما حصلت العرض المناسب لي. أنا ما أتكلم عن مادة أتكلم عن ميديا لكن في نفس الوقت أحب يكون عندي الألبوم المادة تكون جاهزة وبعدين أكيد راح أشوف العروض والاتفاقات مع الشركات لكن الأفضل أن تكون عندي مادة جاهزة عشان أنا بعد أعرف. وافق وخلصنا مصر. طيب وليد بدينا بغنية الحق مع فايز ونختم بها أيضا حلقتنا في هذا اليوم هذا التعاون مع فايز السعيد شو كان يعني لك؟ والله من هذه انطلاقة وليد الشامي أكيد كتاب حياتي يا عيني.